رفضا للقرار الحكومي برفع الدعم عن السلع، توسعت رقعة الاحتجاجات في السودان. العاصمة الخرطوم بدت أكثر المدن خروجا عن صمتها في اليوم الثاني من تطبيق القرار، فقد خرجت تظاهرات احتجاجية طلابية في أم درمان أضرم خلالها المحتجون النار في إطارات السيارات في عدد من الشوارع وأحرقوا مركبة نقل حكومية. أما هتافاتهم فقد ارتفع سقفها لتصل إلى حد المطالبة بسقوط النظام وزواله. هنا يبدو الغضب أكثر إمعانا، إذ قام المحتجون في منطقة أمبدة بأم درمان بحرق مبنى الحزب الحاكم بأكمله وأغلقوا الشوارع المؤدية إليه، وأطالت الاحتجاجات أحياء ذوي الدخل المحدود في كل من أم درمان وبري وامتداد ناصر بالخرطوم. المواجهات بينهم وبين قوات الشرطة والأمن أسفرت عن تفريقهم، وأورد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط قتلى وجرحى. هذا الحراك الشعبي الذي يتصاعد الآن يوم بعد يوم أتوقع له أن يستمر في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا يعيشها المواطن السوداني، وأتوقع أن تواجه الأجهزة الأمنية والشرطية هذه حركة الاحتجاجات بقمع كبير جدا، وهذا سيؤدي بالطبع إلى حالة صدام حادة جدا. هذا الفيديو الذي بثه ناشطون ولم يتسنى لنا التأكد من صدقيته يظهر ما وصف بحملة اعتقالات قامت بها الشرطة في صفوف المحتجين في أم درمان. وتؤكد الأحزاب السياسية المعارضة شن السلطات حملة اعتقالات في صفوف كوادرها، وهو ما أدانته واعتبرته فشلا في قدرة الحكومة على إدارة أزماتها، وترى في الوقت ذاته أن المعارضة لم تحسم أمر دورها بشأن التطورات الأخيرة. بالرغم من انه رسميا المواقف الرسميه متاخره في كثير من الاحيان لكثير من القوى السياسيه جمعاء، لكن كثير من الشباب بتاع القوى السياسيه الان هم اللي بيقودوا الشارع، ويجب انهم يواصلوا في قيادتهم للشارع. وبالرغم من ان قرار رفع الدعم عن السلع الاساسيه من شانه ان يثقل كاهل المواطن ويزيد من حجم الاحتقان في الشارع السوداني، فإن ذلك قد يدفع الحكومة السودانية إلى محاولة امتصاص موجة الغضب الشعبي بقرارات أو وعود من شأنها تهدئة النفوس وتطيب الخواطر.